لذلك التشريع لحاله غير كافي، ضروري ولكنه غير كافي. ولكن أنا الحقيقة اليوم بقول إنه لبنان عنده عدة مميزات اللي بتحطه في موقع جيد لمكافحة الفساد. نحن اليوم على أبواب انتخابات، وأنا بقول إنه يمكن من أهم عوامل بتساعدنا بمكافحة الفساد هي الديمقراطية، مما لا شك فيه إنه الدول اللي فيها ديمقراطية نسبة الفساد فيها أقل وقابلية أنه تكافح الفساد أكثر من الدول اللي ما فيها ديمقراطية. فما بدنا نهني أنفسنا بهذا الشيء، ولكن عنا تراث من الديمقراطية اللي بيساعد في مكافحة الفساد. الشيء الثاني اللي عنا إياه بعتقد هو القضاء المستقل، وأنا بحيي القضاة اللي موجود بيناتنا، وأنا بدافع عن القضاء اللبناني وبقول إنه في عنا استقلالية للقضاء ويجب دعم القضاء، لأنه بدون استقلالية للقضاء صعب مكافحة الفساد. نعلن عن افتتاح هذه الجلسة المخصصة للمعايير الدولية المتصلة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث مدى منسوب الملائمة المعيارية بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. قبل ذلك وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة المتحدثين، لا بد من التذكير بأن تطور إنتاج آليات الفساد وتزايد اختلالات الحوكمة أدى إلى انبثاق إجماع دولي لتأطير الظاهرة بمجموعة من المعايير الدولية، سواء على المستوى الكوني الدولي أو على المستوى الإقليمي، وفق مقاربات مندمجة تتكامل فيها سياسات الوقاية مع سياسات الردع والزجر، وبقنوات مفتوحة للتعاون الوطني والدولي، وبأدوار مؤسسية تتسع لمختلف مكونات المجتمع. في أطار هذه المرجعية تم التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية في مسلسل محاربة الفساد كحلقة أساسية ضمن حلقات إنفاذ القانون والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب، لكن الاطلاع بهذا الدور الذي من شأنه أن يضمن للهيئات والمؤسسات الوطنية موقعها الوازن في أي استراتيجية وطنية يتطلب بالضرورة أن يمر بنظام مؤسسي بمواصفات الاستقلالية والموارد المالية والبشرية المناسبة والمتخصصة. فالتدخلات والتأثيرات التي يمكن تسخيرها لمواجهة نظام مؤسسي نزيه، هذا يفرض على الهيئات أن تكون في مستوى التلاؤم والتناغم مع المعايير الدولية. صباح الخير للجميع. بداية لابد من تقديم الشكر للشركاء والمنظمين لهذا الملتقى الهام الذي كما سمعنا في الجلسة الافتتاحية هو أول ملتقى يجمع هيئات مكافحة الفساد من جهة ووحدات الإخبار المالي من جهة أخرى، وفي ذلك رسالة هامة مفادها أن قضية مكافحة الفساد ليست فقط على المستوى العام وعلى مستوى الكلام، إنما يجب أيضا أن تكون على مستوى التطبيق العملي والعمليات على أرض الواقع، وليس ربما هناك أكثر التصاقاً بالجانب العملياتي في مكافحة الفساد أكثر من هاتين الجهتين اللي هما هيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي. في البداية لابد من نقطتين قبل أن أدخل في الإجابة على سؤالك دكتور علي. النقطة الأولى أن هناك حكمة ومقولة تردد كثيراً، إنه نحن لدينا القوانين إنما المشكلة في التطبيق. صحيح أن هناك مشكلة في التطبيق، ولكن هناك مشكلة عميقة في القوانين أيضا. الاستعجال بالقول واستسهال قول إنه لدينا قوانين المشكلة في التطبيق، أخشى أنه من ضمن ما يفعله أنه يقفز عن الحاجة إلى إجراء قراءة معمقة في الخلل الموجود في النصوص
القانونية في المنطقة العربية ولكن أيضا في بلدان كثيرة. هذه المقولة تردد غالبا ما تردد وغالبا ما نفرد لها وقتا لكي نفندها ونقول أنه نعم ليس هناك إنكارا أن هناك مشكلة في التطبيق ولكن هناك نقص في التشريعات، والنقص قد لا يبدو ظاهرا للعيان إنما هو ظاهر للمختص، لأن القوانين بأجزائها الأكبر موجودة، إنما هناك مفاصل محددة في المنظومة التشريعية غائبة، وهذه المفاصل هي مهمة كما المفاصل مهمة لجسد الإنسان. Sorry about that. So yes, the OECD Anti-Bribery Convention is probably less known than the United Nations Convention Against Corruption, which I think all the countries here in the room are signatories and have ratified and are maybe undergoing reviews of their implementation of the United Nations Convention Against Corruption. It's true that the OECD convention is more specific. Simply speaking, it targets what we call the supply side of bribery, bribe giving. In other words, the idea behind the convention of the OECD is to prohibit companies or individuals, by the way, individuals or companies, from the state parties who have signed it to give bribes to public officials in other countries, so there is a transnational element, and of course the view here is in international business transactions. So it's an important element for, as we say, leveling the playing field in international business. That's why not all the countries in the world are signatories. You said that maybe we are sometimes considered as an elite club. It's fine. Sometimes I'm hearing worse than that, like the OECD is a club of rich countries. And when I hear that, I wonder sometimes, but do our member countries are so rich? I'm not so sure about that. In any case, the answer is in the context of the convention. What is interesting, and maybe for the countries here, is to know that, of course, all OECD countries, 35, it's mandatory and absolutely mandatory for them to sign the convention, to ratify it and to implement it. But the convention is open to non-OECD states, and as a matter of fact, there are 8, so it's a little bit more than 41. You know, we grow all the time, but there are non-OECD states which are state parties to the convention of the OECD, like Argentina, Brazil, South Africa, Colombia, and some others. So it's an open convention. طبعا بالبداية ودي أتقدم الشكر الجزيل لدولة لبنان على تنظيم هذا الملتقى الهام، والشكر موصول للمنظمين على جهودهم المميزة في تنظيم هذا الملتقى الهام الذي يجمع بين أجهزة مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا هذا الملتقى يأتي في وقت تسعى فيه كافة الدول لتعزيز جهود مكافحة الفساد باستخدام كافة الوسائل والأطر القانونية والمحلية والإقليمية والدولية، والتي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات الفاتف. طبعاً ما ودي أعيد ما تفضل به الزملاء في الجلسة السابقة وفي الجلسة الافتتاحية من أن أثار الفساد يعني لها آثار سلبية على البلد، على تنمية المواطن، على الرفاه الاقتصادي. راح نخصص بإذن الله الجلسة الثانية لهذا الملتقى لاستعراض الآليات الفعالة لرصد عمليات الفساد والإبلاغ عنها، باعتبار أنها تشكل الحجر الأساس في الجهود الرامية لمكافحة الفساد. سأحرص قدر الإمكان أن أخصص أكبر قدر وقت ممكن من هذه الجلسة للتعليقات والأسئلة والأجوبة، بحيث أنه يكون الجلسة تفاعلية ويكون فيها إثراء أكبر وفائدة أكبر.
Thank you very much, Dr. Nasser. And as this is my first time addressing this group on behalf of UNODC, let me thank the Special Investigation Commission of Lebanon for organizing this important forum. I will try not to spend too much time on the formal remarks because I agree with Dr. Nasser, it would be beneficial to have an interactive discussion on this topic, especially considering that I see a number of familiar faces in the crowd, and I know there is a great deal of experience and expertise in this group to bring to these questions. Before I begin the more formal part of my remarks, let me just say that I think it's important to note that now that we're in the afternoon session, we're moving from the legal architecture of the morning now into the more practical architecture of the afternoon. And so I won't spend much time discussing the UN Convention Against Corruption, but rather put on more of my experience from being a prosecutor and an investigator of these kinds of cases to speak more practically about how to make the most beautiful legal architecture we can imagine into something that actually has real impact in the investigation and detection of corruption cases. In that regard, I think it's also important to discuss what types of corruption we are talking about in this forum. We all know how important it is to detect and combat bribery in public service delivery. So for the ordinary citizen who is interacting with government, who is asked to pay an extra fee for a license to expedite the processing, or asked by a police officer to pay a bribe for getting out of a traffic stop, we know about those cases. Those cases are fairly easy to investigate and prosecute at the low level. But here, I think we're talking much more about the higher level corruption and the higher level corruption activity. And the point I would like to make here, which is a point I make anytime I discuss investigations. نتحدث شوية اليوم على شيء من وجهة نظر عملية. جيسون تحدث على بصورة عامة يعني على الأطر المؤسساتية والتعاون بين المؤسسات. الآن نتحدث ربما أكثر على هذه الأشياء مطبقة على واقعنا كعالم عربي. هذا من ناحية في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني من المداخلة، كيف تتصرف هيئات التحقيق في مكافحة الفساد عندما يردها بلاغ؟ ما هو أفضل شيء ممكن عمله عندما تتوصل ببلاغ أنه فيه جريمة متعلقة بفساد وردت إلى هيئة تحقيق أو إلى قضاء أو إلى جهة مختصة بالتحقيق؟ لنضع الأمر في إطاره. أول شيء، لتشجيع البلاغ والكشف على حالات الفساد هناك بصورة عامة أربع صيغ هذه موجودة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي غيرها في الأدبيات المتعلقة بمكافحة الفساد بصورة عامة. أولها تشجيع الأبلاغ عن طريق برامج حماية المبلغين والشهود، هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل لاحقا. الثاني هو تعزيز التعاون بين سلطات التقصي والاستدلال، تحدث عنه جيسون باستفاضة، خاصة من ناحية انسجام التحقيقات ووجود هيئة تقود التحقيق وتنسق بين بقية الجهات. ثالث، الحد من الحسنات الوظيفية التي تعوق الكشف عن الفساد، وتحدثنا عن politically exposed persons مع الدكتور تحدث عليها رئيس الجلسة. الرابع هو تقرير معاملة عقابية مخففة للمتهمين المتعاونين في كشف الفساد. هذه النقطة ليست يعني ليست لها جماهيرية وليست لها شعبية كبيرة في دولنا العربية، لا سنتحدث عنها خاصة لأسباب عدم وجود هذه المعاملة. مساء الخير جميعا، حياكم الله. نصل أولا في هذه الجلسة الختامية إلى ثيم أعتقد أنه مهم للغاية، بس قبل ما نبدأ في الثيم إذا سمحتوا لي، الشكر واجب حقيقة للجمهورية اللبنانية على استضافتها أولا لهذا المؤتمر واختيارها لهذا الموضوع اللي أتصور أنه من المواضيع الهامة واللي قد نعمل عليها مش خلال هذه السنة، قد ربما نعمل عليها خلال السنتين القادمين إحنا في المينافاتف. الشكر يذهب أولا طبعا إلى رئاسة الوزراء في لبنان والسيد رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وأيضا الشكر يذهب إلى هيئة التحقيق الخاصة بكافة موظفيها، وهم اليوم نعتبرهم زملاء لنا عملنا معهم، وعلى رأسهم الأخ والأستاذ عبد الحفيظ منصور.
على هذه الحفاوة وهذا الترتيب وهذا المؤتمر وما سبقه أيضا من أيام في عملنا في المينافات. فأنا قبل ما أذكر المتحدثين وأطلبهم أقول أنه في بشكل عام سنركز على 3 محاور أساسية. المحور الأول سيركز على الناشنال كوبريشن، التعاون الداخلي، وسنبدأها من الناشنال ريسك أسسمنت والريسك بيست أبروتش اللي متخذ في هذه الدول وتجاربهم في إطارها. ثم سننتقل إلى موضوع لا يقل أهمية عنه وهو البرايفت سيكتور انجيجمنت ومشاركة القطاع الخاص ودروس المستفادة من هذا الموضوع أيضا. وسنتجه بعدها أيضا إلى موضوع الأسيت ريكفري وهو يشمل الانترناشنال كوبريشن. I have been asked today to elaborate in my presentation a bit on what are financial intelligence units about. And although we have heard the FIUs been mentioned several times today already, I think it might be good to dig in a little bit deeper on what does an FIU. Then I will move on to what is the role of the Egmont Group of Financial Intelligence Unit. And I would like to share with you some of the results of the meeting the Egmont Group had in March in Buenos Aires this year, and that was dedicated to the theme of the fight against corruption. And finally, I would like to share with you what are the future challenges the Egmont Group sees more general for its organization. What I wanted to do was not to tell you theoretically what are the powers of an FIU, but how does an FIU and how does an FIU function, but to work from an imaginary case, because that makes it more practical. Mm-hmm. And again, this case comes out of my imagination, so there's nothing real about it. It could be real. And I apologize for taking some shortcuts here and there, but I think it might work. Well, there are beautiful pictures here, so but right now I will have to ask you to rely on your imagination. Imagine there is a corrupt politician who enriches himself through illegal practices at the expenses of the taxpayers in his country. The money he obtains through these practices is transferred via seemingly illegal transactions through the bank accounts of the wife and children, through a company owned by his brother, to the bank accounts of offshore companies in 3 different foreign countries. Je voulais vous dire qu'évidemment, quand il s'agit de lutter contre quelque chose,